مساء الخير. فاصل ونواصل. ربما التعبير الذي يلخص الحراك الذي يقوم به الآن أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني السابق، تلك الغرفة البرلمانية التي أسقطت التعديلات الدستورية لحوار سبتمبر 2016، حيث صوت أزيد من 32 عضوا ضد تلك التعديلات من أصل 56 عضو في حادثة وصفت بالأغرب في التاريخ السياسي الموريتاني. ما دفع آنذاك الرئيس السابق للبلاد محمد ول عبد العزيز للجوء إلى استفتاء شعبي حول مراجعة مشروع القانون الدستوري المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991، حيث فاز باستفتاء شعبي بنسبة 85% وطويت قصة الشيوخ وهدم المبنى ورفع مكانه العلم الموريتاني المعدل. فما جديد هذا الحراك؟ باسمكم أرحب بالسناتور عضو مجلس الشيوخ السابق السيد الشيخ والسيدي والحنان في حلقة هذه الليلة من برنامج آخر كلام. مساء الخير سيد الدكتور. طيب خلينا نبدء من حيث توقفنا في المقدمة وأسألك عن دوافع التحرك المتأخر لهذه الكتلة، كتلة مجلس الشيوخ، وما الاستنادات التي تدعم تحرككم شعبيا وشرعيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكركم على إتاحة الفرصة. في البداية نختار نعطي بعض المعلومات توضيح في ما يخص مقدمتكم. أولا كما قلت أنها صفحة وطوية، هي لم تطوى أبدا، لأن نحن لم نرضى بها يوما، لأننا نعتبرها تعديلات خارج الدستور وغير قانونية، ووقفنا حينها وناضلنا من أجل أن نثبت للشعب الموريتاني أنه يجب احترام القانون ويجب احترام الدستور. ونحن اليوم أمام ظرف جديد، وهو وجود رئيس جديد منتخب، وهذا الرئيس الجديد اجتمعنا بالأمس فعلا من أجل إحياء تلك المواقف التي لم تمت أبدا والتي ما زلنا متمسكون بها وكنا نناضل بها من أجلها في تلك الفترة الماضية. وأكيد أن المتابع للساحة السياسية يدرك أن هناك حراكا كان موجودا للشيوخ وكانوا موجودون، والغرفة بالنسبة لنا قائمة ولا زالت قائمة، ولا نعتبر أنفسنا شيوخ سابقين، بل نعتبر أنفسنا شيوخ حاليين مستمرين طالما لم يتم تغيير تلك الغرفة أو انتخابات جديدة. أما فيما يتعلق بهدم المبنى فهذا رمز للموريتانيين ويمثل الموريتانيين، وهدمه لا يلغي شيئا، لا يقضي شيئا، إنما هو المبنى تاريخي كان من الأفضل والأجدى أن يظل هناك قائمة. وبالأمس اجتمعت الشيوخ في هذه الظرفية الطارئة، لأن هناك جمهور جديد وانتخابات أدت رئيس جديد، وهذا الرئيس الجديد نحن دعمناه، وكلنا أمل أنه سيعيد الأمور إلى نصابها، وبالتالي احترام الدستور، وبالتالي هذه التعديلات التي لم تكن يوما دستورية بمعرفة الجميع وبشهادة حتى أركان النظام السابق يعرفون أنها تعديلات غير دستورية، لأنها تم رفضها من طرف البرلمان، وبالتالي لا يحق تقديمها إلى الشعب في استفتاء، رغم أن الشعب الموريتاني أيضا كما يعلم الجميع كان رفض ذلك الاستفتاء وقاطعه، وكانت نسبة المشاركة لا تتعدى 7%، وهذا تزوير في تزوير، وكل منا يدرك ذلك. أي واقعي وموضوعي في هذا البلد يعرف أنها ليست تعديلات دستورية، وأن الاستفتاء لم يتم وما تم منه غير قانوني، والشعب الموريتاني قاطعه، وبالتالي نحن نعتقد أنه يجب إعادة الأمور إلى نصابها، وبالتالي إعادة الغرف والعلم الموريتاني وتلك كل الأمور التي تغيرت في تلك التعديلات، لأنها ليست دستورية. نحن لسنا ضد حل مجلس الشيوخ أو غيره، إنما ضد حله في ظروف غير قانونية. نحن نريد احتراما للقانون، لأننا نريد دولة ديمقراطية ودولة مؤسسات. جميل، أنت تحدثت عن قضية أعلنكم دعمت الرئيس الحالي محمد ول الشيخ الغزواني، لكن هذا الدعم اللي قدمته للرئيس كان في إطار عليكم كتلة مجلس الشيوخ اللي حسب تصريحات أدليت بها لوكالة وكالة الأنباء الفرنسية سابقا في تلك الفترة، قلت بأن عملكم مازال لا قائم، وأعلنكم زدتوا لا تعتبروا رؤوسكم، وأعلنكم شكل لجانكم، وأعلنكم حتى أنكم لا يتراقبوا الأوضاع الداخلية للبلد من حيث أنتم. صحيح، نحن متمسكين مجلس الشيوخ، وكنا انتخبنا مكتب جديد وكان يتابع الأوضاع. أما عن الرئيس المترشح في وقتها محمد الغزواني، فنحن كشيوخ كل منا له وجهة نظر وله رأيه السياسي، لم ندعم جميعا المرشح محمد، فبعض منا دعم المرشح محمد أبو بكر، وبعض دعم الرئيس محمد الغزواني، لكن هذا لا يعني أننا
مختلفون، نحن مجتمعون على شيء واحد، هو احترام الدستور واحترام الشرعية. جميل. طيب شنو هي أهمية هذا الحراك إذا كان الدستور الموريتاني الجديد ما بعد التعديلات يقر بأن الجمهورية الإسلامية الموريتانية لا تحكمها إلا غرفة تشريعية واحدة هي الجمعية الوطنية؟ يعني ما أهمية أهميته؟ لأن هذا الدستور الجديد هذا غير موجود، لأن هذه التعديلات تمت خارج الدستور، خارج الدستور، وبالتالي غير قانونية، ويجب إعادة الغرفة. هذه الغرفة لا زالت قائمة، والعلم الموريتاني بالنسبة لنا لا زال ذلك العلم القديم، لأنها التعديلات تمت خارج إطار القانوني، وبالتالي ما بني على باطن فهو باطن. ربما يصفكم بعض أنكم تلعبون خارج أو تغردون خارج السرب، إذا كان هذا هو الحديث. الآن الدول الحمد لله قريب من سنتين ثلاثة ماشية، لكن المؤسف أن يكون القانون هو الذي خارج السرب. نحن نتكلم عن القانون وندافع عن القانون وندافع عن الدستور وعن الشرعية. إذا كانت الشرعية والقانون خارج السرب فنحن خارج السرب، لكن هذا ما هو، أننا نحن نعتقد أن القانون هو موضوعنا اليوم، هو المهم وهو الأساسي، وأعتقد أن رئيس الجمهورية والحكومة الحالية مهتمة بالقانون وتطبيق الدستور، وبالتالي يجب أن تعاد الأمور إلى نصابها. وإذا كان هناك رغبة وحاجة إلى إلغاء غرفة مجلس الشيوخ يجب إلغاؤها بالطريقة القانونية. أما أن تلغى بطريقة غير قانونية فهذا غير مقبول، وكذلك العلم الموريتاني عندما يريد يجتمع الموريتاني من أجل تغيير علمه، لكن أن يلغى هكذا بشكل غير قانوني وأن يأتي كل شخص رئيسا كان. نحن نريد دولة مؤسسات، الديمقراطية تبنى على دولة المؤسسات، ودولة المؤسسات تعني فصلا للسلطات وأن تكون لكل سلطة تشريعية والقضائية سلطات. ما هو معقول أن نحن يجتمع عندنا رئيس حسب مزاجه هو، إذا كان لا يرضى بشيء معين وعادة تعديلات دستورية خارج القانون أو يسجن فلانا حتى في هذا الإطار. أعتقد بأن الرئيس السابق محمد ولي عبد العزيز تحرك الإطار ما يسمى باستفتاء شعبي بمقترحات قانونية حسب المواد اللي يتكلم عليها، ربما أنتم رفضتوها، لكن دعني أسألك، ألا يعتبر تحرككم أنتم الآن اللي تقوموا به على أنه نوع من القفز على إرادة الشعب الموريتاني اللي ساعة حسب مخرجات اللجنة المستقلة للانتخابات وحسب مخرجات المجلس الدستوري قال على الشعب على أنه صوت بنسبة زايدة على 85 في قضية إجازة التعديل الدستوري اللي ضم من ما ضم على أنكم أنتم تنحلوا؟ نرجع ونكرر أن التعديلات الدستورية هناك آليتين، إما أن تمر عبر الغرف البرلمانية أو تمر عبر الاستفتاء. مرت عبر الغرف البرلمانية وتم رفضها بنسبة ثلثين من مجلس الشيوخ، لأن ثلث واحد كان يكفي لتعطيلها، إذن هي انتهت وطويت صفحتها. لجوء لاستفتاء غير قانوني، ومقابل أيضا الأغرب من ذلك أن هذا الاستفتاء تمت مقاطعته على كل من يشهد. اللجنة الوطنية المستقلة كانت تريد القول الحقيقة، تعرف أنه تمت مقاطعة هذه الاستفتاء من قبل كل الموريتانيين. ونواكشوط، إحنا في نواكشوط كانت الشوارع خالية ولا أحد ذهب للاستفتاء وغير مقتنع بالاستفتاء أصلا، لأنه ليس أولوية وليس ضرورة لهم بالنسبة لهم، وهذا ما يؤكد أن الشعب الموريتاني متمسك بالقانون ومتمسك بالدستور. طيب فاعتقادك شنو هي أهمية غرفة مجلس الشيوخ في 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 البرلمان الموريتاني إذا كانت الدولة منذ يعني حل هذه الغرفة وهي قائمة لذاتها وتسير أمورها بغرفة واحدة، حتى أن البعض يشوف عليها مجرد كثرة تزاقول وزيادة الإعلام؟ سليم. موريتانيا تمشي بلا غرفة أخرى، لأنه للأسف نحن ندور دولة مؤسسات، وهذه دولة مؤسسات حتى اليوم غير موجود. يجب هي ما قلت خالقة يكون نعود في ماتي مجلس الشيوخ؟ لا وقع الجمعية الوطنية الحالية قد يمشي الدولة بلا بها للأسف. إرساء دولة المؤسسات، دولة المؤسسات هو أن تكون هذه السلطات الثلاثة كلها سلطة حقيقية وتؤدي دورها. وفي هذا الإطار نحن نقلد غيرنا، اللي سبقنا للديمقراطية. الديمقراطية ما هي نابعة من نحن، لأن نحن هم الساكنين. ديمقراطيات أخرى عتيقة وعريقة وعندها غرف، عندها آليات اللي ماشي بها، وعندها غرفتين، لأنها ترى أن قراءتين للقانون أحسن من يمكن الغرفة تتدارك أخطاء الغرفة الأخرى. على كل، إذا كان موريتانيون لا يريدون إلا غرفة واحدة، نحن لسنا ضدها، نحن اللي ضد أن يتم أمور خارج إطار القانون. اللي نسعى له واللي تسعى له الديمقراطية، ويجب على الجميع أن يسعى له، هو أن يكون هناك غرف حقيقية، أن يكون هناك سلطات حقيقية. والأدهى من ذلك والأمر أنه ما هي سلطة تشريعية، سلطة قضائية أيضا هي مشكلة أخرى وأخطر من هذا، لأني أنا كمعارض وكسياسي وكديمقراطي لا يمكن أن تكون هناك سلطة. إذا كنت أنا رأيي نعاقب عليه ونقطع رزقي ونص صاع من بلدي ونعاقب ونسجن، لأن ما حدث مع الشيوخ
امر غريب، شيخ شيوخ يسجنون لذلك شيء لانهم صوتوا، هذا حق دستوري اعطاه الدستور. بعضهم متابع يقال له رشاوي وغيرها، لا يوجد لها اساس ولم تتم محاكمتهم. هذا كامل الان فيه بعد لما لا يحاكمون، لم تتم محاكمتهم، انما سنة متابعة القضائية والتجريح، وهذه ليست عدالة. يجب أن تكون هناك سلطة قضائية مستقلة، سلطة تشريعية مستقلة، رئاسة الجمهورية، نحن فعلا نظام جمهوري ولها هي أيضا سلطة فوق الجميع ومحترمة، لكن يجب أن تكون السلطات الأخرى موجودة ومتوازنة، وإلا لا يمكن أن نتكلم عن ديمقراطية. كيف تكون الديمقراطية بدون أن تكون السلطة فصل بدون فصل حقيقي وتوازن في السلطة؟ لا يمكن. طيب. هذا هو ما سعينا ونسعى له، ما تسعون له. طيب أنتم الآن تطالبون النظام الجديد بإجراء أو إعادة العمل بغرفة مجلس الشيوخ، يعني كيف في اعتقادكم يكون ذلك؟ بسيط بالنسبة لنا، كنا نطالب وما زلنا نطالب ومتأكدون أن مجلس الشيوخ لا زال قائما لأنها تعديلات خارج القانون، يجب احترام القانون فقط. كل هذا القانون لم يتم احترامه، يعني أنتم الآن قال لكم أرجعوا توكن، إحنا قاعد ما نرجعوا، ينتهوا مدة أخرى والله يجوا، يعني ترجع الغرفة ما بضل ترجع الغرفة يعني الغرفة ينقال غرفة مجلس الشيوخ تم إلغاءها علم ولتاني تم إلغاءه بطريقة غير قانونية، وبالتالي يرجع الحق القانون لمجراه الطبيعي. إذا كانت هناك إرادة وهناك حاجة لإلغاء مجلس الشيوخ أو غيره يجب اتخاذ الإجراءات. هل هذه تتطلب استفتاء شعبي آخر ولا قد تمرر عن طريق البرلمان الموريتاني عن طريق الجمعية الوطنية؟ هو فم آليتين، ما عن طريق الجمعية الوطنية حاليا لا يمكن يمرر عن شيء، لأن طيب البرلمان الموريتاني بالنسبة لنا البرلمان الموريتاني غير شرعي، لأنه الغرفة واحدة لا يمكن أن تشرع، والبرلمان الموريتاني من غرفتين، هو الدستور الموريتاني الأصلي حقيقي اللي تم تعليم، لكن الدستور ما هو مسألة جامدة تغير في إطارها القانونية. الدستور هو أبو القوانين، بالتالي يجب احترامه، يعدل فيه تعديل يعدل حسب قوانين النص هو عليه، بالتالي هذا التعديل تم خارج أطول القانونية، وبالتالي الجمعية الوطنية كل ما تقوم به من قانون حاليا غير خارج إطار القانون، لأنها لا يمكن أن تشرع لوحدها، لأن البرلمان الموريتاني برلمان من رأسي، ودولة فتية كيف موريتانية يجب المؤسسات تكثر ما تنقص. طيب سيدة السناتور توهنتي طرحتنا مشكلة، معنى العمل كله التشريعات التي قامت بها الجمعية الوطنية يعني لاغية بعد مجلس، بعد الحل غير قانوني غير لاغي، هذا لا قانونا أي خبير قانوني سيقول الآن من أجل إعادة الغرفة الأولى للبرلمان سابقا اللي هي مجلس الشيوخ، لا بد من الرجوع شر استفتاء شعبي، لأن حالا هذه قاعدة الغرفة بحد ذاتها اللي هي الجمعية الوطنية. الجمعية الوطنية تم كانت يجب إعادة انتخابها مثلا عندما يعاد مجلس الشيوخ، إعادة انتخابهم الكامل. مهم والله، يمكن المهم الأساسي أن يكون هناك غرفتين من أجل التشريع، لأن التشريع بغرفة واحدة لا يمكن، يعني البرلمان من غرفتين، حد شرع بغرفة واحدة، الغرفة الأخرى قائمة لأنها تم تنحل خارج القانون، حد يقدر يحترم القانون لا بد من ترجع الغرفة الأخرى. كيف قلت؟ وهذا هو مطلبنا احنا، وكنا نطالب به، وله طالب اجتماعنا أمس لا في إطار الاجتماعات المستمرة، قد يكون الظروف تغيرت وعاد يهتم باجتماعاتنا أكثر من ما كان، وما احنا كنا لا نجتمع ونقرقون مشروع الرسائل، الجمعية الوطنية عين مشروع الرسائل، الوزارة الأولى عين مشروع الرسائل، كغرفة مجلس الشيوخ قائمة قد هي لا ترد، لكن احنا ثم تعدلوا ذاك العلم. نعدلوا ذاك العلم. طيب كيف قرأتم البعض يصف بعلن الحراك اللي قمتوا به ذيك الساعة واللي متباركين معه حالا، أعلنوا ربما اللي خلاها في العقبة أعلنوا ما أجبر قاع التفاعل ذاك وهم من الشارع الموريتاني، كيف تقرأون هذا الرسالة؟ العكس، أجبر تفاعل كبير من الشارع الموريتاني، والدليل عليها أن الاستفتاء تم مقاطعته من الشعب الموريتاني، الجميع يشهد أن الاستفتاء تم مقاطعته في جميع أنحاء الوطن، وهذا دليل على اهتمامهم قد لا يكونوا مهتمون بنا احنا، قد يهتموا بالقانون وبالدستور، لانه قاطعوا الاستفتاء قطعا، اكيد ان الشعب الموريتاني عنده اولوياته وكل واحد وحياته اليوميه ما هو، لكن يجب احنا كمنتخب جابتنا اقدارنا احنا هم في ذيك الظروف، فرض علينا ناخذ الموقف ونستمر فيه، لان جابتنا جانا الشعب. لكن هذا الاستمرار كان يتطلب وقفات وخروج وظهور اعلامي وحراك مفعل في الساحه، فياك على الاقل جاد على الناس انكم انتم قاعد جاد عليكم ذاك اللي تحت ايديكم، هذا هو السبب. حد كامل متابع للساحه ومتابعنا احنا واللي خرج يعرف انه جاد علينا بين ذيك اليوم، والله راه واحد اخر يقول شيء اخر، المهم ان احنا حتى تابعنا يقول ذاك اللي يبقى يقول، المهم كله يحكم عليه من جهه، احنا بالنسبه لنا غرفه قائمه وتمينا لا معدلين ونستمرين، قد يكون الاعلام فترات معينه
مل من ذا الموضوع عدم ممشوش ومكرر، لكن نحن بعد استمرينا فيه رسائلنا وأرشيف يؤكد ذلك، وما زلنا مستمرين فيه، وهذا اللي يخلق ذلك الاجتماع عادي في إطار ذاك الحراك اللي كنا نعده، إلا أن نحن أمام ظروف جديدة متغيرة. البعض يشوف أعلن 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 هذا ركتيها الوعي اللي خرج عنكم في الصحوة في قضية تحراك مياه لقضية الشيوخ، أعلنوا نوع من 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 البحث عن التموقع جديد في الخارطة السياسية، وليس بالضرورة قاع أنه يعود مرتبط بقضية إعادة مجلس الشيوخ، مجرد قد يعود أتاش علبة مقبوض للنظام الجديد، إياكم على الأقل تحضروا فيه. ما في أتاش، إحنا النظام الجديد، إحنا بعضنا كيف قلت كان دعم الرئيس وبالتالي داخل في الأغلبية، وبعضنا كان في المعارضة وما زال فيها. إحنا كغرفة مجلس الشيوخ ذي الحراك ذي الفهم عندنا فهم ديمقراطي بحت، ما يحاول حد يديره في إطاره، ناس تتأول كل شيء وتفسر شيء ذا حقها، لكن نحن قايلين إحنا نسعى لترسيخ دولة دولة المؤسسة وبالتالي ديمقراطية، لأنه إحنا عندنا نظام ديمقراطي وبالتالي ديمقراطية ما هي رواية حد يقوم من السياسة وخلي منش لا دولة ديمقراطية ولا تخلي. طيب هل لمستم من النظام الجديد أي مؤشرات إيجابية بخصوص طلب إعادة غرفة العمل بغرفة مجلس الشيوخ، وكذلك إعادة العلم والرموز الوطنية اللي غيرت في الاستفتاء؟ احنا اجتماعنا كان بالأمس مع فترة ردة فعل، إذا عرفت النظام رأيه في شيء، لأن احنا نتفائل خير في احترام قاع القانون واحترام المؤسسات، لنعرفوا ان غدا عندنا اجتماع اخر يوم الثلاثاء، عندنا اجتماع اخر نضروا نسعى حتى الان ما في جابرت انتم والنظام احد في النظام نطرح مناقشه الموضوع اللي متاكدين منه واللي راجين احنا ودعمنا على اساس النظام انه سيحترم القانون، وبالتالي ما دام يحترم القانون سيحترم القانون الاساسي اللي هو الدستور، واحترام الدستور يبدا من انه ما يعدل في ظروف غير قانونيه، هذا هو راينا احنا. طيب من رايك انكم في حاله النظام لم يستجب لهذه الخطوات، هل ستتحولون الى الكفه الاخرى، كفه معارضه النظام، بحجه على انه لم يفي بالتعهدات اللي دعمتم على اساس؟ احنا النظام ما تعهدنا معه على انه اعاده مجلس الشيوخ، احنا اللي تعهدنا معه واللي مشينا مع النظام عليه انه رئيس جديد سيحترم القانون ويحترم المؤسسات والدستور، وهذا في ذلك الإطار نضروا نتفاوضوا ونشوفوا ذا الموقف اللي من مصلحة البلد من مصلحتنا إعطاء درس حقيقي للديمقراطية، والنظام أكيد أنه يسعى، أنا بعد حسب ذا اللي شفت من تطبيع الحياة السياسية حتى الآن، شفت تطبيع الحياة السياسية وعلاقة المعارضة يدل على أن هناك تفكير جديد ونظرة جديدة للديمقراطية، بلي حد يعتبر المعارضة ما هي عدو، المعارضة جزء من الطيف السياسي وجزء من الوطن، تطبيع الجو السياسي وعلاقة السياسية هذا قطعا مؤشر إيجابي، وحين احنا نسعى نشوف ذيك دولة المؤسسات. طيب في إطار هذا التطبيع السياسي، الساحة السياسية شهدت انهارات، قدر من 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 التفاعل يعني اللي الحق مستويات، البعض يشوف على مستويات راقية في بعض من المسائل، بعض يشوف على مستويات خطيرة في بعض من المسائل، أنتم كنخبة سياسية كيف قرأتم هذا الحراك الجديد في الساحة السياسية الموريتانية، بدءا من تسلم الرئيس الحالي محمد ولي الشيخ الغزواني لمقاليد السلطة؟ أنا أساسا اللي متابع للساحة اللي شفت الحراك الجديد هو تطبيع الحياة السياسية، لأن الحياة السياسية كانت عندنا متأزمة، نشوف من أزمة إلى أزمة إلى أزمة، قطعنا إحنا نعيش هذه الأزمات اللي كانوا خارجين كانوا فعل النظام السابق، فعل النظام هو اللي يعود النظام يعني يرى فيك أنت كمعارض، إذا اختلفت معي تعتبرني عدوا، معنا ما خارج يكون عدو، يعني خارج الله معايا والله معايا والله عدوي، المعارضة جزء حد ما يؤمن بالديمقراطية يعطي يوم المعارضة، المعارضة ضرورية لأن تصحيح والتنوير ولا بد من رأي الآخر، بالتالي كانت المعارضة ينظر لها دائما، لسه أنا قاعد أتكلم عن نظام الأنظمة السابقة كان ينظر لها دائما كعدو وليس كشريك، المعارضة شريك، الآن بعد اللي فتنا شفنا تطبيع الجو السياسي وبالتالي العلاقة طبيعية، رغم أن هي المعارضة ستظل معارضة والأغلبية أغلبية قالت تطبيع العلاقة السياسية حتى رئيس الجمهورية قال أنه يدور المعارضة تم لا معارضة، هي يعني المعارضة معارضة وهو كلها موقف وهو حر في الموقف، لا بقى يحولوها قال المعارضة كمعارضة ليست أعداء الوطن، هي جزء من الوطن ومكون أساسي وضروري للوطن، وبالتالي يجب إشراكها في الحياة السياسية تطبيعها معها، وبالتالي تطبيع العلاقة معها هذا قطعا مؤشر إيجابي فتنا لمسنا.
جميل. طيب بخصوص بالعودة إلى قضية يعني إعادة العمل بالغرفة، وهذا فيما أعتقد حسب اللي فهمت على أنه يتطلب استفتاء آخر بما فيه أيضا تغيير الرموز الوطني، والله العودة إلى الرموز الوطنية الأصلية، هذا يعني يحتاج الميزانيات كبيرة. هل تعتقد بأن الدولة الموريتانية حالا في هذه الظروف يعني مستعدة على أنها تقدم هذا كان من أجل بعض من المسائل؟ كان البعض يرى بأنكم أنتم قدوا قاعد مثلا تتجاوزوا هذه المسألة وتعود عنكم ممثلين في البرلمان الحالي، يعني غرفة هي القضية ليست قضيتنا احنا، هي قضية قضية القانون، قانون الموريتاني والدستور الموريتاني نص على انه الدستور الموريتاني موقف عن الحديث ذاك افتى في ذاك اللي فات ما افتى، الدستور الموريتاني تمت اعتداء عليه، تم الاعتداء عليه واحنا ما هي قضية شخصية ولا هي قضية تيانا ولا هي قضية فلان، هذا الدستور الموريتاني تم الاعتداء عليه وتم تعديل هذه التعديلات الدستورية، سواء تغيير العلم الموريتاني او تغيير الغاء مجلس الشيوخ تمت في ظروف غير قانونية، واحنا كمدافعين كرأي مدافع عن هذا القانون يقول كله يقول اللي يبقي ما رأياتنا احنا وهذا يدور كذا، وذاك ما هو اساسي، اساسي ان احنا كمدافعين عن رأينا أن هذه التعديلات تمت خارج الدستور، وبالتالي يجب إعادة الأمور النصابة بدون قاع، ما هو محتاج بالنسبة لنا الاستفتاء ولا غيره، لأن الاستفتاء باطل، إذا كامل باطل وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل، وبالتالي إعادة الأمور طبيعتها ما قبل ذيك التعديلات لا دستورية لخلق. كيف يعني؟ إعادة الأمور، إعادة غرفة الشيوخ وإعادة تجديدها وانتخاب غرفة جديدة بدون 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 أي شيء، بدون أي شيء، لأنه تم بدون أي شيء وتم بدون أي شيء في حد ذاته هذا لا يعود مناقض للدستور، لا ما هو مناقض للدستور، لأنه الدستور تم تلك الساعة هذا العمل تم خارج الدستور، خارج إطار الدستور، الدستور بالنسبة لنا إذا أنتم دور نظام جديد، دور نظام جديد يعتبر يتبنى فكرة على أن ذاك اللي دخل منك ساعة لأنه خارج إطار القانون، القانون وعلى انه يعدل ما خلق شيء، يعني ما خلق شيء اصلا، ما خلق شيء بيدي، يلا يلا العالم الموريتاني اللي بالنسبه لنا ذاك العالم اللي كان ومجلس الشيوخ ما زال قائم الى عاد فهم صار ضروره لالغاء مجلس الشيوخ قضى ضروره للشيوخ، يلا تتمشي وفقا للمسطره القانونيه التي نص عليها القانون، ونحن نارك في ظروف يا لتنا نسعى وكيف قلت بناء دوله مؤسسات وهو الاساسي والمهم، لانه المده ما تقعد مرتبطه بالاشخاص ومزاج الاشخاص، لان الشخص ايا كان يتمنى شخص يخطئ ويصيب، قال المؤسسات يجب أن تكون قائمة وهي للاستمرارية، والدولة المؤسسات ما هي أشخاص، وده هو نسعى وإحنا له، والله قايلين إحنا أن نسعى له، القصة كلها هي أول ذاك كلها أوله حسب ما أنا حاسدين له. طيب طيب سيد السناتر، الآن شن هي الرسالة اللي توجهه للنظام، يعني اللي طارحين بيد النظام إياك يتفاعل معكم فيها؟ إحنا الذي من ندعم النظام والذي من نفذ نؤمن بالديمقراطية، وأن الديمقراطية لا تتم إلا باحترام النصوص القانونية، يسوء واحترام النصوص القانونية بأولها هو النص الأساسي اللي هو الدستور، الدستور تم اختراقه وبالتالي يجب إعادة الأمور نصابه، وفي المستقبل يجب إعادة على النظام ينظر للمسألة ويعدل توازن للسلطات، يعدل استقلالية للسلطات، لأن هذه السلطة القضائية القائمة حالا للأسف كما نرى الواقف مبعدين ما هم قادرين يرجعوا لوطنهم، هذا ما هو مقبول، إذا كان حد عنده مشكلة مع القضاء على قضاءنا احنا يعود عنده ذيك المصداقية ويحاكم، يقال يعود واحد مثلا خارج وطن وواحد يحاكم يتابع قضائيا لمدة سنة ينسجن لمدة سنة لا لشيء إلا لأنه قال لا والله وجهة نظر، هذا غير مقبول على النظام تدارك الأمور، ونعرف أن هذه النظرة تعود لله عنده أنه يدور دولة ديمقراطية حقيقية، وبالتالي دولة الديمقراطية ودولة المواطنة لا تقوم إلا على احترام القانون واحترام المؤسسات واحترام الدستور، إحنا لأن الفيصل بيننا إحنا كمواطنين لا القانون، إنه عندما فهم القانون فهو تعادت دولة الغاب. طيب هل حددتم قنوات لإجبار مع النظام إياك تطرحوا له هذه الفكرة قدامه، يعني هل حتى الآن؟ حتى الآن عندنا إحنا اجتماع، نحن يوم الثلاثاء إن شاء الله القادم الاجتماع إن شاء الله يتقرر فيه هذه الأمور للخطوات القادمة التي سنقوم بها من أجل أن يصل مطلبنا إلى الجهات المعنية. جميل. يعني كتلة مجلس الشيوخ ما زالت قائمة بذاتها، وأعضاء مجلس الشيوخ لا زالوا قائمين، ومجلس الشيوخ بالنسبة إحنا كنا عدلنا مكتب وانتخبناه عقب الاستفتاء هذا الدستوري، تمينا مستمرين كيف قلت لك، كنا نبعث رسائل للجمعية الوطنية، نبعث رسائل للوزارة الأولى، نبعث رسائل للبرلمانات خارج موريتانيا، وده تمينا لا مستمرين به بين اللقاءات، هذه من هذا
مجلس الشيوخ لا ما ق... ما انحرك انه ما فتحرك ما احرك ما احرك ما احرك شيء منه غريبه على انه على انه على انه تعتبره انه ما فتحرك شيء منه بعد عامين من 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 من, من العمل بالدستور الحالي حتى اللي توجهون بالكلام حاليا كانوا جزء من من العمليه اللي تعرف قضيه تغيير الدستور الموريتاني. احنا بالنسبه لنا هذا هو بالنسبه لنا الامور قانوني الامور ما شخص ما ولا اشخاص قضايا دول قضايا مؤسسات قضايا قوانين اشخاص يمشوا ويجوا لهم معنيين بالامور امور لا المؤسسات. هذا هو فهمنا للدوله وفهمنا للديمقراطيه لان الشخص قلت له متغير ومزاجه متغير وهو يمشي ويجي تدخل عليه العوامل كامله البشريه تدخل على البشر وبالتالي يجب اقامه دوله مؤسسات ويجب احترام القانون ياك يعود هو فعلا يعود هو فيصل يعود هو القانون ما هو خالق للاسف ما يخليك ما يقدر يخليك ما يقدر ما تقدر تصير بالتالي اللي راوض قلت لك انه هذه الظروف اللي عاشتها عشناها احنا كشيوخ على سبه موقف كانت ظروف صعبه هذه الظروف اللي يعيشها معارضين اخرين في الخارج محرومين من يرجعوا لوطنهم لانهم معارضوا يجب أن يكون القانون هو بالعاد حد مخالف للقانون والله اخترق القانون يحاكم القانون الموريتاني يكون عنده ذيك المصداقية ويحاكمه يحكم له ذاك اللي الله ينحكم له. طيب السيد السناتور هل سنشهد في قادم الأيام يعني حراك أكثر فاعلية يعني تصعيد في قضية هذا إعادة مجلس الشيوخ أو العمل بمجلس الشيوخ حسب قولك على ما أخرجش ما أحرقش من بل كيف قلت احنا لا هذا هو كنا موضوعنا كان حتى ما اخرج تجاوب ايجابي مطلق احنا يعني انت احنا متمسكين يعني فماتيه تصعيد تصعيد نقول احنا من ما زلنا ذيك الساعه ما زلنا متمسكين بذلك. بالنسبه لنا احنا كبرلمانيين تصعيد شنو؟ احنا عندنا لا كلامنا ونكتب هذا الدور كنا فيه وما زلنا فيه بالتالي الظروف الجديده وهذه الاجواء الجديده راجعين بعد فينا امل وبالتالي بعدها امل جديد وبالتالي اخترنا احياء للمطلب من أجل الوطن كامل لأن هذا في مصلحتنا كاملة مصلحة الوطن إن شيء كامل يرسخ الديمقراطية وكرس الديمقراطية مصلحتنا كاملة مصلحة النظام مصلحتنا إحنا وبالتالي عندنا أمل جديد ونفس جديد هناك أمور تتغير وراجعين إن شاء الله بدون أنكم تطرحوا سقف مبدئي لقضية أي حراك لا هي تعقبوا عليه إحنا ما نجهد وهدد إحنا ما عندنا شيء نهدوي احنا عندنا هو السقف ليس بالضروره يقعد قاعد فيه تهديد احنا عندنا القانون القانون ذا هو واحنا راينا فيه ذا هو ونشرحه وكل القانونيين يعرفوا وهذه التعديلات الدستوريه حتى اولئك اللي طرحوا هذيك الساعه الوزير كان يدافع عنها باعترافه انها ما قد تتم يكون عن طريق المجلس الشيوخ هذا يوم التصويت قالوا الجلسه العلنيه اللي خلق فيها التصويت الوزير ذيك الساعه اللي كان وزير الدفاع السابق وزير الدفاع السابق اللي هو الان على رئيس مجلس الدستوري شكرا قال ما يمكن إجراء التأنين نرفضها الشيوخ أنها تتوافق ما تخلق تعديلات بدون ما تتوافق عليها الثلثي مجلس الشيوخ انتهى وبعد ذلك رفضها الثلثي ماذا حدث كانت حادثة الشيوخ مسألة غريبة أن الأغلبية تنقلب على النظام الآن بعد مرور هذه الفترة كيف تفسر هذا أفسر أن النظام مش شايف امر غير صالح بدون تشاور مع الشيوخ اولا وثانيا ليس لي ضروره لان احنا مشينا منتخبين كشيوخ ونمثلوا وغرفه تلتقى هكذا لا لي شيء الى لي مزاج لم ما قدرنا نستوعب بالتالي رفضنا رفضته بدون على ان يعود فمات اياها رسائل او ما شابه الرساله بالنسبه لنا الرساله الاساسيه هذه هي الديمقراطيه احنا منتخبين يقدر يقول لك البعض اللي كذا واللي كذا احنا اللي كنا ندور البعض ندور الرسائل حتى رئيس السابق ديك الساعه وقال على وجود قاعد القرى بحد ذاته انه 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 انه, إنه, إنه لازم هذاك موضوع ثاني ذاك موضوع اخر كله يبرر هو اللي تعود الدوله تتكلم بهذا المنطق منطق هذا يكلف وهذا يكلف هي ديمقراطية مكلفة مؤسسة رئاسة الجمهورية أكثر تكلفة مؤسسة جميع المؤسسات مؤسسات مكلفة وهي مو المؤسسات اللي يشتغلوا فيها لا موريتانيين وتخلص موريتانيين على كل الموضوع الأساسي نحن لو كنا كيف البعض يقول كذا ويدوروا كذا ورشاوي وتمون ومتابعة الشيوخ رشاوي وإذا أحد يدور يقيس النظام ما هو قيس بلي دخل بلي دخل ما عنده شي ترشيبي حد أنا ديك الساعة لا عانينا قال قاعد احنا مستعدين له مضحيين من أجله يعني قبلت موقف من أجل الوطن. هذا هو الظاهر. هو اللي ظاهركم. طيب السيدة السناتور رانا عن ملان على النظام الجديد
حسب تصوركم على أنه يتفاعل معكم إيجابا في قضية إعادة العمل بهذه الغرفة، وأيضا يعود فماتي قدر من التعامل الإيجابي من طرفكم مع النظام الجديد، نظام الرئيس محمد ولي الشيخ القزواني. إحنا اللي راجعين النظام وأملنا فيه كبير أنه يعدل دولة قانون ودولة مؤسسات، دولة يكون فيها سلطات متوازنة ومنفصلة وتعطي قانون، والقانون هو أساس كل شيء. بيدي الدولة ما فيها قانون فيصل قاعد في حتى الدولة ما فيها قانون، الأمور الأخرى الاجتماعية الموحدة ما يصلح منش قانون بدونه ما فيه دولة ولا فيس. بالتالي أملنا أن هذا النظام الجديد يرسي دولة ديمقراطية، لأن إحنا بالنسبة لنا موريتانيا منعطف، هذا النظام الجديد جاء في فترة منعطفة الديمقراطية الموريتانية، ما أن تكون فهم ديمقراطية حقيقية هو الراجي والله ما تكون معناها الديمقراطية لسمها. لذلك إحنا نرك مرحلة انتقالية يجب أن نسعى للنظام، نسعى ونتعود فهم بمعارضتنا وبأغلبيتنا، وبعدين تعود فهم بعد دولة مؤسسات ودولة ديمقراطية حقيقية، وتم انتخاباتنا تعود ديمقراطية ونزيهة ولا يدخل فيها الأصباب، تيس عندنا دولة ويعود المواطن يحس إنه مواطن، يحس إنه إذا قاس القانون مواليه ينظلم وحقه جابر، واحد آخر مالي ما يدي اعتدى على حق آخر، وحد سرق المال العام أو غيره يمشي شر محاكمة يحاكم عليه، وحد عدل شي خاسر، وحد عدل شي صالح يكافئ عليه، هذا هو اللي قد تقوم عليه الدول واللي يخلق عليه الاستقرار، بدونه ما في استقرار ولا فيه دول. بخصوص قضية التعدي على المال العام، المحكمة محكمة الحسابات أصدرت تقريرا قبل أيام، يعني ظهر فيه قدر من 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 من, من التجاوزات على المال العام. أنتم كنخبة سياسية، إحنا أنا بالنسبة لي تجاوزات على المال العام ما نعرف، أنا ما هو تخصص جهات مختصة هي القضاء. يعني كيف تقويمكم؟ تقويم شيء كامل قال القضاء إنه حد شيء كامل قال القضاء إنه اختلس المال العام ذا نحكم به، شيء ما قال القضاء يتم لا ينطرح يعني القضاء، القضاء هو اللي فيصل، هو اللي يقول ذا هو اللي يلطفي ذا هو فهمي أنا. شكرا جزيلا السيد السناتر السابق عضو مجلس الشيوخ سيد الشيخ والسيدي والحنن، كنت ضيفا على برنامج آخر كلام. شكرا جزيلا. 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 شكرا